يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا فيك في حلقتنا هذه التي ننطلق منها من السحر في أنوار إيمانية روحانية في هذا الشهر العظيم، الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على الدهر كله. اليوم سنتحدث عن أشياء كثيرة. كنت أستذكر اليوم كم فقدت من الأصدقاء والأحبة والمعارف خلال هذه السنة. أناس كنت أعرفهم كانوا ينتظرون شهر رمضان وصادفوه في العام الماضي، وكانوا يصلون وكانوا يصومون، والبعض منهم لم يكن يصوم ولم يكن يصلي ولم يكن يدعو، على أمل أن يغفر الله بعضا من ذنوبه. ولكن هؤلاء الناس غادرون الآن ولم ينعموا بلقاء رمضان، لذلك أنا أتأسف لهؤلاء الناس. البعض يتصور بأنه يقول لك الآن يعني ما راح أحج هالسنة، يعني إن شاء الله سنة الأخ، ومن قال لك أن الله سيمهدك للعام القادم؟ أو شخص يقول لك أني الآن ما أقوم بهذا الخير، خليها على الأسبوع القادم، ومن قال لك أن الأسبوع القادم سيكون لك القدرة على، أما قد تتمرض، قد تتعرض لشيء، قد تفقد أشياء كثيرة. ولذلك الإنسان عليه أن لا يبخس حظه في هذه الفرص، كما فقد هؤلاء الناس من الأعزة هذا الشهر. لو كانوا بين ظهرانينا، لو كانوا قد استغلوا السنة الماضية، ولو كانوا وكما نحن الآن نقول علينا أن نستغل هذا الشهر. وهذا الكلام لي، يعني أنا لست واعظا دينيا ولا أي شيء، أنا إنسان بسيط، يعني مسلم مؤمن أقوم وأقدم الفرائض، وبالتالي هي فرصة لنا. نحن هنا نتطرق إلى الأمور الحياتية، ولذلك علينا أن نستغل هذه الليالي. هذه الليالي لن تمر إلا في العام القادم، وهو عام طويل يتجاوز 300 يوم، صباح ومساء وليل ونوم ومرض وطريق وحوادث ومشاكل وأشياء كثيرة. البعض ينجو، والكثير والبعض منهم لا ينجو من مرض. تتذكرون في كورونا كيف كان بيننا من أحبة وأصدقاء كانوا في ريعان الشباب، والبعض منهم كانوا رياضيين أصحاء، ولكنهم فقدوا. وهؤلاء الناس أيضا كانوا يعيشون على أمل أنها عندما يكبرون ويصلون لعمر 50 سيتبتلون ويحجون ويصومون ويصلون ويصلون وهكذا، ولكن العمر لم يمهلهم كثيرا فغادرونا. لذلك أقول بأن هي الفرصة، دائما الإنسان عليه أن يستغل هذه الفرصة وكأنما هي الفرصة الأخيرة. نعم العمر الله سبحانه وتعالى لا تعرف نفسا بأي أرض تموت وما هو عمرها، ولكن دائما الإنسان عليه أن يضع في حساباته إنك في الفرصة الأخيرة أو في الفرصة الأخيرة. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنكمل الحديث عن ما بدأناه قبل الفاصل، وهو أن الفرصة التي تواجهنا الآن قد لا نصادفها مستقبلا أو نصادفها مستقبلا، ولذلك وخصوصا يعني خصوصا الصدف التي يعتمد بها الإنسان في حياته القادمة أو في بعد مماته تعتمد على هذه الفرص. يعني ولذلك كثير من الناس يعني ذهبوا لمواجهة الله سبحانه وتعالى وهم فقدوا الكثير من هذه الفرص. ولذلك أقول دائما بأن الفرصة التي أعطاها الله لنا أو يعطيها فلنعدها الفرصة الأخيرة، قد لا تتكرر. والأمثلة كثيرة من زملائنا وأخوتنا وأحبتنا الذين غادرونا
ولم يصادف الفرصة التي بعدها. ولهذا هذا الشهر نحن في بدايته، يعني في اليوم الثالث أمامنا شهر كامل. هذا الشهر بالتأكيد فيه ليالي طوال، وهي فرص كثيرة لكي ينزع الإنسان عن قلبه كثيرة من الدرن ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هي فرصة، أحسنوا اختيار هذه الفرصة، وهي لا تكلف كثيرا، يعني أعتقد أنها ساعتين أو ثلاث من ليالي السحر تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بدل ما تروح مثلا تطلع، الآن أغلب الناس تطلع تروح للمطاعم كذا وترجع ساعة 12 وينام لساعتين ثلاثة، بعدين يجي السحور ويتسحر وينام أيضا. يعني بدل ما أنت ترجع ساعة 12 ساعة واحدة، ارجع ساعة 8 ونام ساعتين، يعني ساعة 12 وساعة واحدة، وبالتالي يمكنك أن تستيقظ الساعة واحدة وتبقى للساعة الثالثة والرابعة، وبالتالي تقوم بفرض. أنا لا أقول إنك ستحصل على كل شيء في دعائك، لأن هذه المسألة ليست مرتبطة بطلبك، هذه مرتبطة بأشياء كثيرة، لأن الإنسان يتمنى بعض الأحيان ضد مصلحته. الله يحقق ما فيه مصلحته. عندما يستجيب لك الله ليس بالضرورة أن يستجيب لحلمك، عندما يستجيب لك أن لا يستجيب لهذا الحلم، لأن الذي قد يكون فيه هلاكك أو اندثارك أو فقدانك لشيء عظيم أو فقدانك لإيمانك. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يمنع عنك هذه الأمنية، ولذلك عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وقصة موسى عليه السلام والخضر، قاله لن تستطيع معي صبرا، وهو نبي من الله سبحانه وكليم الله موسى، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن هنالك أحداث لم يفهمها النبي الذي أرسله الله وكلفه الله وهو كليم الله. قال أنت لن تستطيع أن تفهم، يعني شنو جدار يسقط، شنو سفينة يغرقها، وشنو أطفال يقتلهم. يعني المشاهد مرة أخرى، انقطعنا بعد هذا الفاصل وقلنا بأن الكثير من الناس يعني يخلقون مشاكل لأنفسهم، ويعني يدخلون أنفسهم في أشياء هم ليسوا بحاجة إليها. هنالك أشياء أكثر أهمية، مثلا كما قلت لكم أنه كثير من الناس الذين يدعون بأنه عليه سحر وغيرها، وهو ليس سحر، هو تقصير منه، قلة عقل منه، قلة صبر منه، يعني أشياء كثيرة، يعني أشياء معينة، وبالتالي يبدأ يقع في قضية وهم كبير جدا يأخذ جزءا كبيرا من حياته وصحته ونفسه وحتى أمواله، وذلك على أنه سحر والله مسويه. وبالتالي قد تذهب هذه الزوجة أو هذه الأم إلى هؤلاء الدجالين الذين يبتزونها، وقد يبتزونها حتى في جانب أخلاقي، ولذلك بينما أغلبيتها هذه الأشياء هي لا وجود لها، أو إن امرأة مقصرة مع زوجها فزوجها أراد أن يتزوج، يقول لك سحر، لا، أو هو هذا الإنسان، هذا الرجل رجل مزواج، رجل مذواق، يعني لو تكون أمامه أميرة الأميرات فمجرد أن تصبح زوجة له تلتهي العقدة. هو بالنسبة إلى المرأة كانت حلم عظيم بعيد المنال، فعندما تصبح أمامه بنظافتها وحبها وجسدها وغيرها تنتهي العقدة، وبالتالي يبحث عن عقدة جديدة، يبحث عن وحدة أخرى، حتى لم تملك جمالا ولا تملك أي شيء، فلذلك هو يتجه إليها ويحس بالسعادة ويجعلها هدفا لها، وقد تغويه وقد تتمنع وقد تمارس معه سياسة الأنثى، وبالتالي تسقطه في حبائدها فيتزوجها. هذا الرجل هو إنسان عنده عقدة، يعني هو مذواق، يعني سرعاً ما يتضايق. يعني كلمة مذواق احنا نستخدمها بشكل خطأ على أساس المذواق صاحب ذوق، لا أبداً، المذواق هو الذي يذيق بسرعة ويتحول بسرعة. فلذلك هذا ما بيسحر، يعني هذا الرجل هو هكذا، يعني أنت تزوجتي رجل هكذا مذواق، أنت ما مسؤولة عن تاريخه وهذا.
وبالتالي تبدأ تسخر جزءا من حياتها وإيمانها وشخصيتها للتخلص من هذا السحر الواهم الذي لا وجود له. لكن بمجرد أن تؤمن بأنه لا وجود لهذا الشيء بالتأكيد ستعطي لنفسها جزءا كبيرا جدا من الاستقرار. ثم أن هذا الوهم سيخلق وهما آخر فسيجعلها تتصرف على أساس وجود السحر، وبالتالي ستركن إليه هي، وذلك ستتصرف بردود فعل، وبالتالي حياتها لن تكون طبيعية مع زوجها، ولذلك ستكون هذا الإيمان وهذا الوهم الغير موجود سيتحول إلى سبب في حقا تخلق مشاكلا ويجعل الإنسان ينفر منها وإليها. ولهذا فأقول بأن الإنسان يجب أن يكون موضوعي، ويجب أن يكون متجه إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون بعدين هو شنو السحر يعني؟ أنا ما لا أعتقد أن هنالك السحر موجود في القرآن الكريم، ولكن لا أعتقد أنه ولا أرى أنه أغلب الأحيان هي وهم وهم. ولذلك تلاحظون الإنسان الذي يأتي بماء وفيه بعض آيات القرآن ويشربها سينتهي هذا الوهم. هو مو الآيات القرآن أزالت السحر، هي زالت الوهم، لأن هذه الآيات هي للنفس، تعيد النفس لاستقرارها، تعيد الإيمان بذاته، تعيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان عندما يعيد توازن نفسه سيتخلص من هذا الوهم، فيقول لك خلاص أنا أزلت السحر. هو لم يزل السحر، هو أساسا السحر غير موجود، هو وهم، هو أزال الوهم. فذلك التوجه إلى الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذلك هذا أيضا جانب آخر مهم جدا، وهو أنك عندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى فستجد، بس بشرط أن تكون مؤمن. أنت عندما لا تؤمن بشيء، لذلك الكثير من الناس اللي موهومين بأنهم مسحورين عندما يجيبوا له ما يشرب، هو أساسا قلق النفسي، تعب النفسي، الضجر والزجر اللي صارت عنده جعلته غير مؤمن. ليس بصيغة عدم التصديق، بل بصيغة عدم الاستعداد لتقبل أن هنالك حل. يعني الوهم والمشكلة سيطرت عليه بحيث تصور بأن هنالك استحالة للحل، وبالتالي عندما يضع هذا الشيء استحالة فبالتأكيد لن يؤمن بالحل، وبالتالي سيبقى في هذا الوهم. لكن بشرط أن تضع في حسبانك بأن هذه الآيات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتأكيد سيزيل هذا الوهم. ولذلك أغلبية الناس يؤمنون بهذا الشيء فإنهم يتخلصون من هذا الوهم. يعني أيضا هي مناسبة، لذلك الناس الآن اللي أنا متأكد يعني كثير من السيدات الآن وحتى بعض الرجال يؤمنون بهذه القضية: أنا مسحور، أنا مدري شنو، أنا مدري شنو. هو يذهب ليتزوج واحدة يندفع بغريزته، وبعدين تصبح مشاكل ويصطدم بواقع غير الواقع الذي هو آمن بالبهرجة. إياكم وخضراء الدمن. قيل: ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: الحسناء في منبت فاسد. والدمن هو بقايا الحيوانات عفوا التي عندما توضع على الأرض، يعني تترك على الأرض، فذلك المكان يكون أكثر خضرة لأنه هذا سماد. فهذه الخضرة اللي تشوفوها في بعض الأماكن هي عندما بقايا الحيوانات، يعني فتصير جدا خضرة أكثر من غيرها، يعني الحشيش شوفوا يعني. ولذلك الرسول قال: إياكم خضراء الدمن. يعني وبعد ذلك يكتشف شيء آخر، يقول لك: أنا كنت مسحور. هو ما كان مسحور، هو كان مندفع بغريزية، بعقدة، بحاجة، بشيء. بعد ذلك انتهت الحاجة أو اكتشف شيء آخر هذا، ثم يقول وبدأ يفكر بالطلاق والمشاكل، ويقول لك: والله أنا كنت مسحور. أي سحر أخوان يعني. ولذلك هي قضية السحر سادتي الأفاضل أو سيداتي الفضلاوات الفاضلات، هو وهم، وهم نتخلص به بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك الآن لا تركزون على القضية: اللهم أزل السحر، اللهم يعني ادعو الله أن يتخلصك من الشرور ما ظهر منها وما بطن، وتعوذ به من الإنس والجن. هذا كفيل بأن يتخلص من كل الشرور إذا كانت سحرا أو ثم إذا كان سحر برمضان لا يبقى سحر، يعني إذا كان هنالك جن
يعني. والجن طبعا تعرفون بأنه موجود في القرآن الكريم، ذكر الجن، ولكن لم أرى رجل أحد قال لي أنه شفت جن يعني. يعني هذا فقط في الأفلام يعني. 90% الناس يتكلمون عن السحر والجن وهذا، ولكن لم أرى أحد قال لي أنا شفت جن يعني، في الخيال يعني، يتصور يعني. وذلك تلاحظون بعض الأحيان الإنسان عندما تتأزم عقليته يرى أشياء، ولذلك تلاحظون الإنسان من يصاب بفلاونزا شديدة بعض الأحيان يشوف فارة، يشوف أفعى أمامه تمشي، هو مو أفعى، هذه تؤثر في المخ، وبالتالي تصبح عند هناك تهيؤات. ولهذا البعض يقول أنا شفت جني أو غيره يعني. هو أنا لا أنفي وجود الجن لأنه موجودة في القرآن، الجن والإنس، ولكن هم في عالم، في عالم، ونحن في عالم. هنالك بعض الناس السيئين قد يدخلون إلى عالم الجن، وهم أمم مثلنا كما يقول القرآن، يستغلون هذا الشيء، ولكن هذا الاستغلال نادر، أنا لا أنفيه، ولكن أنا أقلل من نسبة الاتساع التي يتحدث بها الناس. يعني أنا أقول 99% الذين يتحدثوا عن الجن والسحر غير صحيح، قد يكون 1%، نعم يوجد، ولكن 1% وليس هذا. لذلك نحن يجب أن نستفيد من رمضان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فقط بالتوجه في أشياء معينة. ثم هنالك قضية مهمة، بدأ الربيع يعني، وذلك بدأت الحشرات يعني. طبعا الفكرة هذه الحشرات ليست ضارة كلها، كل الحشرات، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلها بها فائدة. ولذلك هنالك دول أبادت الحشرات، ظهرت لديها أمراض كثيرة يعني، وهنالك دول أبادت الذئاب مثلا من مناطق كثيرة، شاهدوا بأن ظهرت أمراض غريبة كثيرة جدا على الماشية وغيرها، فاتضح أن وجود الذئاب مهم جدا في التوازن. وذلك في إحدى جبال كندا احتفلوا قبل عام بأنهم وضعوا أنثى وذكر ذئب، واحتفلوا بولادة ذئب، وبالتالي كانوا فرحانين جدا بأنه عادت الذئاب إلى هذه البراري وغيرها، واتضح أنها لها دور يعني. كل شيء وضعه الله يعني، قد واحد يقول أنه الذباب وغيرها وغيرها، اتضح أنه عندما تقضي على أي مخلوق سيكون سبب، اتضح أنه لكل مخلوق مهمة، هذه المهمة لها دور في استمرار الحياة. هنالك الله سبحانه وتعالى قد خلق توازن في الطبيعة، بالانس. هذا التوازن تلاحظون الله سبحانه وتعالى خلق الكلاب عفوا منذ ملايين السنين يعني، والكلب عفوا تلد سنويا 7 من الجراوي أو 8، ولكن تلاحظون بأن والنعجة تلد 1، تلاحظون بأن النعاج بها بركة وتزداد مع ازدياد البشر. النعاج كان عندما كان البشر كلهم 1,000,000 الآن 7 مليار أو 8 مليار، والنعاج تزداد، والكلاب باقي نفس العدد، والقطط باقي نفس العدد، هنالك نسبة. الله سبحانه وتعالى عندما تلد الكلبة أو يلد القطة أو يلد شيء، الله يسخر لها عدوا معينا. وذلك تلاحظون القطط بعض الأحيان تأكل أبنائها يعني، والقط يعني يقوم بقتل، وحتى بعض الأحيان بعض القطط وبعض كل الكائنات عندما تزداد عن الطبيعة ينتهي، وبالتالي هنالك عدو الله وضعه يعتاش عليه أو لكي يسوي هذا التوازن، هذا البالانس اللي موجود في الطبيعة، كل شيء بمقدار. ولهذا تلاحظون أنه الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي أعطاه البركة يعني. تلاحظ كلما ازدادت البشرية ما موجود على الأرض من مياه وطعام وأيضا ماشية تكفي، وحتى عندما سيصبح البشر 20 مليار بالتأكيد ستكفي، وهذا جزء مما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك التدخل
يجب أن يكون محدود يعني. ولذلك عندما تدخل الإنسان بشكل قسري على الطبيعة أضر ضررا كبيرا جدا في الطبيعة. يعني احنا نذكر أشياء علمية كما قلنا لكم في الحلقة الأولى بأن برنامجنا هو لكل الناس وخصوصا للشباب، لأنه هنالك تأثير كبير جدا لوسائل الإلحاد وعلى المثقف. وهنا هنا سأناجي وأحاكي المثقف، يجب أن لا تكونوا بعيدين، يعني هذه مسؤولية. زكاة العلم إبلاغه أو نشره كما يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني والزكاة يعني الإنسان لا يدفع زكاة ستكوى فيها جباههم وظهورهم وغيرها يوم القيامة. العلم فيه زكاة، زكاة العلم إبلاغه، إذ لم تبلغ علمك فإنك ستحاسب عليه يوم القيامة كما يحاسب الغني على ماله الذي ينفقه. وذلك هنالك مسؤوليات أخوان، والله تنزوي، والله ما أدري شنو، والله منطوني منصب، والله لا أخوان، أنت اشتغل لربك، اشتغل لنفسك، اشتغل لذاتك، اشتغل لأخلاقك يعني. ولهذا كثير من الناس انبروا، يعني أنا شخصيا ليست لي علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم، أنا طلعت تقاعد يعني بالجامعة، ولكن الآن أنا منكب على الكتابة للشباب ومحاربة الإلحاد ومحاربة المثلية ومحاربة هذه البدع التي أخذت تداهم مجتمعنا بشكل كبير جدا. ولذلك ألفت مجموعة من الكتب ضد هذه القضية، والحمد لله نحن بشر. ولذلك عندما نتطرق الآن هي جزء من هذه الكتب التي أمامنا يعني. ولذلك على المثقف الآن أن يقوم بواجبه الآن في ليالي رمضان. طبعا عندما يدعو الإنسان ربه فليقدم إلى ربه شيء، يعني عندما يتجه الإنسان إلى ربه يقول له ربي ساعدني، أنا قمت بعمل عظيم أريد أن أشكرك عليه، فساعدني أن أقوم بعمل آخر لكي أحصل على استجابة دعائك. فأيضا الإنسان عندما يدعو ربه يجب أن يذكر أمام ربه بعضا من أفعاله الخير، ألم أصلي، ألم أصم، ألم أربي أبنائي، ألم كذا، ألم أعطي للفقراء، ألم ألم ألم. هاي الأشياء أنت من تذكرها تذكر ربك بها، بس أنت تحتاج إلى كم هائل من الإنجازات إلى ربك حتى يستجيب لك. هو لا يحتاجها، يعرفها، لكن حتى أنت تزداد تبتلا ويقينا وخضوعا وقناعة وبالتالي توجهه. لذلك على المثقف الآن أن لا يركن يعني ولا ينزوي. الحرب حرب شرسة، ليست مرتبطة لا بالدولة ولا بالسياسيين ولا مرتبطة برجل الدين ولا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. بك مرة أخرى عزيزي المشاهد، ونحن في هذه اللحظات وفي هذه الساعات السحر التي يجب أن نستغلها بدعائنا، بقراءة القرآن أو بقراءة القرآن لمن فقدنا. الآن هنالك أحبة لنا فقدوا كل، خلاص توفى، ليس لديه شيء واحد إلا أن تدعو له. إذا مات المرء قطع يعني إلا من ثلاث، يعني من ضمنها ولد صالح يدعو له، الدعاء. هذا الدعاء الذي يحتاجه أولئك الأحبة وينتظرونها في الوقت الحاضر خصوصا في رمضان، يعني أيضا فرصة أن تعبر عن حبك لهذا الإنسان. الوالدين، الأم بالذات يعني، تلك التي ربت ورعت وحملت وبكت واستقتلت واستفنت في حبها فيك، الآن هي بحاجة إلى دعائك. قد تكون محتاجة بأمس الحاجة إلى دعائك.
قد ينقذها من ألم يعني، وهي التي لم تجعلك تحس بألم. وهذا دين إذ فعلته مع أهلك أو والديك فإن أبنائك سيكونون مثلك، كنت بارا سيكونون بارين بك. وهذه اجتماعية نحن نشاهدها، أي رجل أي واحد أي امرأة لم يكونوا بارين بأمهم وأبيهم فإن أبنائهم يطلعون يظهرون أيضا ويطلعوا إلى الدنيا بغير يعني لا يعطون للوالدين حقهم. فلذلك الآن أيضا فرصة، ما تحتاج منك شيء، ركعتين إلى أمي وأبي، قراءة سورة للقرآن ما تكلفك يمكن ربع ساعة، أيضا أنت تحس بسعادة بغبطة بلذة أنك والله قمت بواجب. يعني قبل ما تنام آية سورة من القرآن الكريم مع ركعتين، كم هي عظيمة لأمك وأبيك، ولا تكلفك شيء إطلاقا، بل بالعكس تعطيك السعادة. أنت بعض الأحيان تشوف مسلسل تشوف شيء تشوف هذا تحس بارتياح، لا أعتقد هنالك ارتياح أكثر من أنك تقوم برد جميل، برد دين، برد وفاء. هذا فضلا عن أنه واجب ديني وإنساني، وأيضا سيكون لك بقدر ما تقدم إلى أمك وأبيك أيضا فيها أجر كبير، وأيضا ستكون لك ميراثا وتراثا يهتدي به، وسيهدي الله سبحانه وتعالى أبنائك لكي يخدموك. ما من رجل رعى كبرة أهله إلا وكان أبناؤه كذلك. في مرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يخطب، وكان أمامه أبي ذر الغفاري رضي الله عليه، قال ما إن امرأ أدرك كبرة والديه إلا ودخل الجنة. يعني كل واحد يوصل إلى كبرة والديه ويرعاهم يدخل الجنة. فأبو ذر قال وإن لصم وإن يصلي، قال نعم يا أبا ذر، وإن لم يصم وإن لم يصلي يدخل الجنة. رد أبو ذر قال وإن لم يصم وإن لم يصلي، قال نعم وإن لم يصم وإن لم يصلي. فأبو ذر رد مرة ثالثة قال وإن لم يصم وإن لم يصلي خمسة مرات. فذلك الرسول قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف رغم أنف رغم أنف أبي ذر سيدخل الجنة وإن لم يصم وإن لم يصلي. طبعا كم هي عظيمة قضية أنه الإنسان يرعى والديه. يعني أنا شخصيا يمكن واحدة من كتبي، أنا ألفت مجموعة كتب، واحدة من كتبي هديتها إلى روح والدتي يرحم والديكم، فقلت ما حسدت يوما إلا ذاك الذي أكرمه الله أن يرعى كبرة أمه، إلى روح أمي التي لم يكرمني الله بأن أرعى كبرتها فماتت وهي في كامل قواها، يعني ماتت 71 رحمه الله. لذلك أنا الآن في داخلي ألم، وذلك لا نتكلم بشكل شخصي ولكن هذا الجانب الشخصي فيه جانب إيجابي. يعني مرة كنت أسير في السيارة وإذا مررت من جانب مستشفى اليرموك فشاهدت رجل في طبعا وضع السيارة في الجانب الأيمن لكي ينقلها إلى الجانب الأيسر، يعني طبعا فشفت وضع السيارة وشال أمه ونقلها للمستشفى. يعني حقيقة أنا بكيت، كم حسدت هذا الإنسان، بس الله كم أكرمه الله بأن يرعى كبرة أمه، يا ليت الله كان أكرمني لكان حققت لي سعادة وحققت لي كرم وحققت لي أشياء عظيمة أكثر من كل أكثر من الصوم والصلاة وغيرها وإعطاء الفقراء وغيرها، أعتقد لا تساوي أبدا أن أراعي كبرة أمي. لكن للأسف الله سبحانه وتعالى أكرمني بأشياء كثيرة، ولكن هذه للأسف يعني كنت أتمناها. ولذلك أنا دائما أقول لمن معي من أصدقاء وأقول لهم
والله أنت محظوظ، يعني الله سبحانه وتعالى يكرم المرء أيما كرم عندما يجعله يدرك كبرة والدته وقصة والدته. يعني هذه فضل، فضل من الله ما بعده فضل، وكرم من الله ما بعده كرم، أن يكرم الله سبحانه وتعالى المرء بأن يدرك كبرة والديه، لأنها فيها دخول الجنة. يعني هذا جارنتي أن تدخل الجنة، يعني قول الرسول يقول وإن لم يصب ولم يصلي طبعا. ولذلك أعتقد الآن هي فرصة الآن، يعني في هذه في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر العظيم، أن ندعو لوالدينا المتوفين. يعني ما تكلفنا، يعني ما تكلفنا والله نص ساعة، يعني أنت تروح تقعد ويا مرتك على 3 ساعات، يعني تلعب ابنك، ضروري تلعب امرك، وضروري تقعد ويا زوجتك، وضروري تغازل زوجتك، وضروري تراعي زوجتك، كله ضروري. بس أيضا أكو ضرورة أخرى، فد نصف ساعة، نصف ساعة سورة من القرآن، تقبل القرآن، وترك ركعتين إلى أمك وأبوك. هذه بالدنيا والله، والله والله بالدنيا، والله بالدنيا. فلذلك يعني أنا أعتقد يعني هي فرصة، ممكن شهر سنة الأخ ما تلاقي هذا، يعني ما نصادف، أنت ضامن نفسك أنت بالطريق وهذا، وبتعرف شو وقت يعني واحد يموت تفقدها. هي كلها كم شهر داعي بالليل تقضي لك وقت بسيط، تصلي لأمك وتدعو لأبوك وغيرها وهذا، وبالتالي هي فرصة، فرصة كبيرة جدا. يعني أو أنك بهذا الشهر أنت مثلا عندك، أنت مو كل الأبناء عايشين مع أمهاتهم وأبائهم، البعض قسم يعني يطلعون في بيوت أخرى، هي قد تعيش مع ولد آخر أو بنت هذا، أو مع الكبير أو مع الصغير، يعني هذا اللي الحنين ومرته حنينة. يعني دائما ورم الأمهات دائما، يعني ما فكر شوف تروح الواحد حبه لها أقل ومرته أقل، متلاحظ هاي الأمهات عدن هيك ملاعيب. يعني لاحظ أكو ابن هو وزوجته يحبوها جدا، ولكن هي تحب هذا الشخص وهذا ما يحب، يعني مو مثل حب هذا. يعني أكو هكذا أشياء يعني من الحياة الاجتماعية. ولذلك مو كل الآباء عايشين، أبناء عايشين ويا أمهاتهم. فرصة فتشي حلو رمضان يوميا، تجيب لك فت بقلاوة فتشي، تروح لأمك تبوس يديها، تقعد يمها تواسيها تضحكها. مدارات الكبير جدا مهمة، وزيارة الأبناء إلى الأمهات والآباء جدا عظيمة. هاي أنت تسويها مو يومية، بين فترة وفترة، واعتبرها صدقة لك، اعتبرها يعني هاي بها أجر، أجر عظيم وهائل، وأيضا فيها توادد وترحم، وهي لك، هي لك، ترايح متونس راكب سيارتك ورايح ماخذ مرتك وأبنائك، ورايح الأمك وأبوك تقبلهم تبوس إيديهم شنو تداريهم، فد شغلات بسيطة جايبينهم هذا، أو تأخذهم. يعني شقد حلو، شقد عملية بسيطة، أنه بالأسبوع كل أسبوع تروح يلا يما ما أخذتش يلا يابا روح نزور الكاظم، شقد هم متونسين، وأنت شقد الله راضي عنك، تروح تعشون هناك أو هذا، يرجعون بالليل قبل السحور، أو تأخذها للكربلاء أو النجف أو غيرها. وبالتالي هذا فد 4 ممارسات 5 مع زيارات معينة، مع أشياء بسيطة تجربة معك، يعني هذه تحقق شيء من الـ من الـ من التآلف والمودة. هذا أبوك، هاي أمك، يعني بالتأكيد هاي الأشياء البسيطة بالنسبة كم تسعدهم، وكم تجعلهم راضين على، وكم تجعلهم يعني في آخر أيامهم يعيشون لحظات جميلة وفيها أجر كبير جدا فيهم. لذلك أنا أعتقد شهر رمضان هذا الشهر الروحي، نتقرب، نتقرب إلى 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 أهلنا، إلى أحبائنا، إلى من أكرمونا. يعني حتى هنالك أناس قدموا لنا مساعدات كثيرة. أعتقد في رمضان يكون لها معنى آخر، ويكون لها أيضا أجر آخر. يعني الفعل في رمضان مضاعف طبعا، وذلك عندما تتجه إلى أو أسرة فقيرة، أسرة فقيرة أنت الله مفضل عليك، يعني فضل عليك بالمأكل بالملبس بالمال، يعني
ما تكلفك شيء يعني. تروح توديها برمضان بالذات، تودي لهم سائل معينة من الطعام أو من الملبس أو من المال، تعطيهم شيء من الفرحة، تفرح لنا الناس البسطاء يعني. وأنت ما تكلفك هواية، ما تكلفك كثير يعني، لا تكلفك وقت ولا تكلفك هذا يعني. وهي أيضا بدأ متطالع مثلا رايح المطعم ماخذ عائلتك، عرج على عائلة وشايل معاك أشياء جميلة، ورحت للمطعم وأكلت يعني، تشيل أيضا حلويات شيء وتودي لناس أنت تحبهم، فقراء بسطاء مع شوية مال بسيط يعني. بالتأكيد هذه الممارسات الرمضانية أولا هي إليك، وتشذب نفسك وتقوي روحك وتقوي نفسك وتقوي قلبك. عندما تقوى هذه الأشياء بالتأكيد ستكون أقدر على مواجهة الخطوب ومواجهة المشاكل ومواجهة هذا. لأن الإنسان الضعيف الهش المهزوز لأنه ما عنده هذا البراح النفسي، ما عنده هذا الاستقرار النفسي. هذا اللي تسويه أنت بهاي الممارسات البسيطة تعطيك استقرار. من تقرأ لأمك وأبوك بالليل إذا متوفين هذا، ومن تروح لهم، من تأخذهم مكان أو تروح الفقراء، هاي تخلي عندك ثقة بالنفس واستقرار روحي، بحيث تواجه الدنيا وما بها. الإنسان ليس يعني الانهزام في الداخل، يعني الإنسان المهزوز في داخله مستحيل يقدر يقاوم أي هذا. بالتالي أيضا أنت من تقوم بهاي الممارسات البسيطة بالتأكيد عندما ينتهي رمضان أنت ممتلئ سعادة وممتلئ رضا وثقة بالنفس. لذلك فإنك ستواجه كثير من المشاكل تغلبنا لأننا مهزوزون في داخلنا، وكثير من المشاكل نحن نتجاهلها، وجزء من المشاكل تضيع من تتجاهلها. يعني المشكلة بعض الأحيان من تتجاهلها الزمن كفيل بها، وتجاهل المشاكل لا يمكن إلا عند النفس القوية والإنسان المرتاح. أما الإنسان المهزوز لا، منا تلطمة مشكلة ومنا تلطمة مشكلة. ولذلك رمضان يخلي عندك استقرار. ولذلك تلاحظون الإنسان برمضان شوية ما يفكر بالمشاكل وما يفكر بالهذا، ليش؟ لأنه أكو استقرار نفسي، صايم شنو، متوجه إلى الله بدل شنو يعني، فد أشياء روحانية جميلة تخلي عنده استقرار نفسي. هذا الاستقرار النفسي تخليه يتجاهل بعض المشاكل وتخلي يقاوم هذه بعض المشاكل. الانهزام أمام المشاكل هو انهزام داخلي، وأكبر شيء عظيم لمواجهة المشاكل هو أن تنتصر على ذاتك، تقوي ذاتك يعني، تنصر ذاتك. وعندما تنصر ذاتك وتقوي ذاتك بالتالي ستصبح المشاكل يعني إما تتجاهلها أو تكون قادرا على حلها، مستقر ثابت لديك شيء أهم. الإنسان عندما يتقرب إلى الله يستهيف المشاكل، عندما يحس بأن وجود خالق عظيم وهنالك جنة وهنالك نار وهنالك عقاب وهنالك زمن يجب أن يستغل في الخير، ما تستهيف المشاكل البسيطة والإسقاطات البسيطة، وبحد ذاته هو حل المشكلة. أنت عندما تستهيف هذه الأشياء أنت بحد ذاتك ستحقق هاي القضية يعني. ولذلك أقول يعني لنكثر من الخير. الخير اللي هو فعل بسيط لا يتطلب منا جهدا كبيرا ولا مالا كبيرا، ممارسات بسيطة ما تكلف يعني. تروح لأمك شو تكلف؟ تقرأ قرآن لأبوك وأمك شو تكلف؟ تزور مريض شو تكلف؟ تزور عائلة فقيرة شو تكلف يعني؟ لا تكلف شيئا كثيرا. وعمر الإنسان الذي يعطي إطلاقا لم ينقص من ماله أبدا والله، من تجربة شخصية ومن تجارب الناس. أنا ما شفت إنسان في اليوم أعطى ونقص ماله إطلاق، أو أخذ من وقته للخير وتضايق وقته إطلاق. وبالتالي استكثروا من الخير. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى. تكلمنا قبل الفاصل عن أشياء كثيرة يعني، أشياء بسيطة جدا، ولكن فيها جانب روحي عظيم جدا في هذه الليالي. كما قلنا بأن برنامجنا هذا برنامج من القلب إلى القلب يعني، وليس برنامج ديني، هو برنامج حياتي في رمضان يعني، تطرق إلى أشياء كثيرة.
ايضا وجدت انه الكثير من الناس يعني حقيقه قد يستغرب ايضا البعض، ولكن ايضا انا متاكد البعض يعني يبتسم الان. كثير من العوائل الان تحلم بالهجره حقيقه يعني، وتدعو ان الله يسهل لها امور الهجره. والبعض منهم صار سنين يعني، والبعض منهم بقى خارج الحدود ثم عاد على أمل أنه الخطوة الثانية وهكذا، أو البعض الآن يفكر إذا. ولذلك تلاحظون الآن نسبة كبيرة من العوائل أو الشباب يفكرون بالهجرة. أنا أقول فقط للعوائل، الشباب يعني يطلع ممكن يجرب يفشل يرجع، يعني هو شاب يعني ليست لديه بعد بقوته بعد بتجربته بالحياة، يعني الفشل بعض الأحيان تجربة، وقد ينجح يعني يحقق ذاته ويستقر هنالك ويبني أسرة وأشياء كثيرة ويجد له فرصة عمل يعني بعد معاناة طبعا شديدة. أولا قبل أن أتحدث أقول بأنه ترى ما تسمعوه عن الغرب وغيرها ترى أغلبيتها غير صحيح يعني. ليست هذا الفردوس للسعودية، وليست هذه الحياة السعيدة، وليست بالعكس يعني فيها صعاب جدا وفيها مشاكل كثيرة جدا، وبالإضافة إلى القوانين والمعاناة الأخرى هنالك المجتمع الآن خصوصا بعد يعني 2011 سبتمبر المجتمعات تغيرت نظرتها للمسلمين وإلى العرب بشكل كبير جدا. هذا كله سأتركه جانب، بالإضافة الآن في أوروبا أزمة اقتصادية كبيرة جدا أخذت تلقي بظلالها على الآخرين. أتكلم عن الجانب الاجتماعي. تعرفون طبعا أكو عوائل عراقية ذهبت الله وفقها والحمد لله، و بنوا أسرة متراصة لم تزل متراصة قريبة من بعض بأدبها وإيمانها ونجحوا. أنا أعرف هنالك عوائل نموذج للإيمان والتقوى والالتزام وغيرها من الأشياء، ولكن هنالك نسبة كبيرة جدا من العوائل دمرت. يعني أنا سنويا أقضي الصيف هنالك، أجد عائلة يعني أجلس معهم، في السنة القادمة أجي أجد العائلة مفككة، أجد الزوج الزوجة مطلقين والبنات كل واحدة رايحة لحالها والولد رايحين لحالهم، أو أجد لديهم مشاكل المخدرات وغيرها أو مشاكل مثلية أو مشاكل كثيرة. نسبة كبيرة من العوائل العراقية تعاني من هذه المشاكل يعني. طبعا النسبة كثيرا لا يعلنونها ولكن نسبة واضحة يعني. وشاهدت أيضا آباء محرومون من الدخول إلى بيوتهم لأن والله بنت تريد أن تأتي بشخص إلى البيت وهو رفض، فراحت اشتكت عليه فأخرجوا الأب وقالوا له ممنوع عليك تدخل البيت، ومسافة كيلومترين وصلت للحي تحاسب يعني، وتبقى البنت مع صديقها في البيت وهو خارج البيت. واحدة من الجرائم النفسية والكثيرة، كثير من العوائل طلقت وكثير من النساء طلقوا والكثير. أقول بعض الناس الآن يدعون، أخوان الكثير من الناس دعائهم هذا الله يكرمهم في عدم الاستجابة، لأن هنالك عالم آخر من المعاناة والمشاكل والإسقاطات. قد يرد علي واحد الآن نعم احنا عوائل، اي نعم انا قلت نسبة معينة العوائل العراقية الله وفقها وحافظين على عوائلهم وبناتهم وابنائهم وشيء رائع، انا قلت يعني، ولكن ايضا اجد نسبة كبيرة جدا. ولذلك جزء من الآن الذين يدعون في الوقت الحاضر عليهم ان يدعون ان الله يسترهم، لا يدعون ربي ساعدنا الهجرة، لا، فليكن دعاهم اللهم حقق لي الخير لي ولأسرتي. مشكلة كبيرة جدا أخوان،
في رمضان هسه هذا الجميل الرائع، أنت قاعد بين أهلك، حتى في ضنك العيش، حتى في مشاكل كثيرة، بس بنتك يمك، ابنك يمك، لكم مخدرات، لكم مثلية، لكم شنو، بنتك ماكو هذا. هذه أيضا نعمة أخوان، على فقري الحال، على أشياء كثيرة. بالعكس الله سبحانه وتعالى لأنك طيب وكريم وإنسان مؤمن، الله أكرمك بالحفاظ على عائلتك يعني. بينما كثير من الناس الآن يدعون بالشر لأنفسهم، والله ساعدني أن أطلع وروح وهذا، وشنو الحجة؟ والله على مود الأولاد، أولاد شنو أخوي الأولاد يعني؟ شنو الأولاد؟ الآن أكو أزمة اقتصادية كبيرة جدا في أوروبا يعني، أنا أروح أشوف أوروبيات خريجات جامعة تبيع هاي أمامها، تبيع أحذية، تبيع أي شيء، وتتوسل بيك تقول لك أرجوك اشتري من عندي قطعة، لأنه أبو العمل قال لي إذا ما تبيعين اليوم أني أطلعك، وأني يا دوب لقيت شغل. أوروبية أوروبية مأصلة يعني، فما بالك واحد راقي يروح يلقى فرصة عمل؟ صعب جدا. عايشين على السوشيال هاي المساعدات، وهو قوت لا يموت، وقاعدين خمسة بغرفة وجايبين طاوة نفس البيت الجامع الظهر ونفس بالليل، وبالأخير بالليل يروحوا يوقفون بركن يوقفون على الرايحة والجاية، ويأخذون صور، شوفوا هذا بيت الطونية، وشوفوا سيارة، وشوفوا واحدة حلوة بالطريق حط يدي عليها ويأخذ صورة، هاي صديق، وكله كذب وغير صحيح البعض طبعا. أنا أقول أخوان، هذا هكذا دعاء وهكذا رغبة يجب أن تلغى من عقول الكثير من العراقيين والمسلمين. هناك عالم آخر فيه مشاكل كثيرة، المخدرات مسموح بها هنالك، والمراهقين والشباب كلهم أغلبيتهم يضيعون بهذا المجال، والمثلية كما قلت. أنا عشت هناك، كثير من العوائل شفتهم يبكون، ليش؟ لأنه بنتهم جت قالت لهم بالمدرسة، قالوا لنا إذا ما تؤمنون بالمثلية أنتم غير متحضرين. فتقول قلنا لهم ان ابائنا يقولون لا حرام، جو اعتقلوا الاباء واخذوا الابناء ودوهم الى عائله اخرى اوروبيه تعيش وياهم، وما عرفوا عن هالشيء. واعرف امراه عراقيه مسيحيه مسكينه، اخذوا ابنها اللي شويه ضربه خفيفه يعني، اخذوا منها وجاها بعد 10 سنوات شاب، هاي مام تجيب بوسه يسوي لها هيك شيء، انتهت وهي 10 سنوات تبكي لكي تراه. هناك معاناة أخوان، معاناة فظيعة، هناك أشياء مدمرة. حياة ليست سهلة في عالمنا، أكو تكافل، أكو شيء يعني، على البساطة على هذا تعيش. أنا ماذا أحكي حكي، أنا رجل عشت هناك وعشت هنا يعني، أنا أعيش العالم كل سنة، أروح 6 أشهر وأرجع يعني. وبالتالي فليكن دعاءنا في هذا رمضان ليس أن تحقق الهجرة، بل عليك أن الله يستجيب لك. أنا هنا أريد أذكر يعني قضية مهمة، طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا مرة أخرى لنكمل الحديث في هذه اللحظات. ولكن دائما يتبادر إلينا نحن المسلمون والعرب بالذات يعني سؤال، يعني هل رمضان هو شهر للراحة والدعة والترفيه يعني، أم هو شهر للعمل والجهاد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوحد مع الله سبحانه وتعالى؟ فلو كان هذا أو كان ذاك، لماذا أصبح رمضان وكأنه مهرجان ومسابقة للمسلسلات والأفلام؟ أنا لست ضد المسلسلات، بالعكس هناك مسلسلات جميلة قد تقدم موعظة حسنة أو فكرة أو شيئا تاريخيا جميلا يعني، ولكن أن تصبح الحياة 24 ساعة مسلسلات وتنافس وغيرها، بالتأكيد هو أصحاب هذه المسلسلات وهذه القنوات لا يهمهم الجانب الروحي،
ودليل على ذلك هم أوجدوا نسبة كبيرة جدا من هذه المسلسلات المتنافسة على حساب الجانب الروحي والجانب الإيماني وجانب ذلك. تلاحظون الإنسان لا يبرح المسلسلات حتى يقول الله أكبر للفجر، حتى يمسك، وتبدأ مسلسلات أخرى منذ الصباح، قسم منها يعاد وقسم منها لا، يعني مسلسلات صباحية. وذلك الإنسان يبقى ملتزما ومرتبطا بالتلفزيون ولا يعطي لنفسه وقتا للعبادة أو التقرب إلى الله أو تقديم شيئا إلى والديه أو غيرها أو الزيارات أو للقيام بالأفعال الخير. متى يقوم بها؟ إذا ما شاء الله مباشرة هو يقول الله أكبر الفطور، تبدأ المسلسلات، وتلزم المسلسلات الإنسان إلى الفجر. ولا أسرته قولا بلا مطعم وغير شيء، وهذا المطعم أيضا الآن موجودة فيه هذه البلازما، موجودة تلفزيونات وتعرضه لإكمال هذه المسلسلات. بل بالعكس بعض الأحيان بعض العوائل الآن تتصل انه اذا وصلنا عرضون البث المسلسل الفلاني. ولذلك تلاحظون الان في المطاعم اكثر من تلفزيون، يشوف فلان مسلسل يروح يشوف فلان مسلسل، وهذا بالتالي متوزع. ولهذا الانسان يعني اصبح رمضان شهر للدعه للونسه للراحه، وكانما السنه كلها تعب، وشهر رمضان هو شهر الراحة، وهذا عكس الحقيقة. رمضان شهر جهاد، شهر نضال، جهاد ضد النفس في غرائزها. أولا يحرم عليك الطعام والشراب أثناء النهار وحتى التقرب بزوجتك وغيرها، ولذلك فيها جهاد للنفس، في مقاومة للنفس، مقاومة للنفس. الليل عندما يأتي بالتأكيد الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية الطعام والماكل والتقرب إلى من تشاء من حلالك، ولكن أيضا فرض عليك عبادات معينة، فمتى تقوم بهذه العبادات وهذه الطقوس وهذه الأشياء وأنت في خضم هذه المسلسلات العظيمة؟ سابقا كان يعني الجو يعني يسمع لك تطلع يروح للقهوة، النساء يقعدن بعد الفطور بعد هذا يقعدون يتسامرون، وهذا يصير بالتسعة بالعشرة بدعش أقصى شيء، ويرجعون يلعبون محابس يلعبون شيء هذا. ثم بعدما يعود لديه وقت كبير وكثير للسحور، باستطاعت أن يأخذ منه ساعتين أو ثلاثة لإقامة الطقوس وغيرها من الأشياء. الآن لا، وخصوصا هذا الشهر يعني هذه السنة هنالك مسلسلات يعني بطريقة غير طبيعية، يعني حوالي 10,000 فضائية يعني مسيطر على العالم العربي، هي يوجد أكثر من العالم. في كل فضائية الآن فيها على الأقل 4 أو 5 مسلسلات، يعني أنت أمامك كذا ألف مسلسل يعني أو برنامج أو فيلم أو شيء أو توك شو أو لقاءات أو غيرها. أخوة إحنا بالعراق عندنا حالة جديدة اسمها السحور السياسي وما أدري شنو هذا، أيضا إذا أنت تتخلص من المسلسل تعال أكو لقاء سياسيين وما أدري شنو. ولذلك تلاحظون أصبح رمضان وكأنه شهر التلفزيون، شهر الدراما، هو حتى يسمى شهر الدراما. الآن الشاعر يقول لك سأعرضه في شهر الدراما، أي أنه هذا الشهر مخصص للدراما وغيرها. الحقيقة هذا إنقاص لقدسية رمضان، ولذلك على الإنسان الآن أن ينتبه لهذه القضية وأن يعطي جزءا مهما جدا من هذا السحر، وخصوصا السحر، إلى الله سبحانه وتعالى للقيام ببعض الفرائض. أما الركون إلى التلفزيون، وبالتالي أنا أعتقد رمضان أصبح من رمضان للدعاء والصلاة والتبتل أصبح
وغيرها والمطاعم والمسلسلات وغيرها وخروج، وهذا ليس برمضان أخوان. فقد رمضان جزءا كبيرا من روحيته وروحانيته ومن طقوسه بسبب هذا الكم الهائل من الدراما والأشياء التلفزيونية. نعم أنت تابع لك مسلسل، يعني مسلسل أنت عاجبك، يعني أنا مثلا تابع لمسلسل تاريخي، خلاص مسلسل واحد تابع خلاص أعطي ساحة، الباقي لا، أنا تفرغ لإنجاز أشياء وكذلك. ولكن المشكلة أنه مسلسل بعد مسلسل، مسلسل بعد مسلسل، والحياة عبارة، ولذلك الإنسان الصوم بالنسبة إلى ونسة، يعني أنت قاعد بس تشوف مسلسلات وهذا، والله شنو دا أخذ الصوم مالي؟ ليش هو الصوم تقضيه بال الصوم عبادة فيه طقوس، هي تجانب. أنا أعتقد أن يجب في هذه القضية، وعلى المؤمنين فرصة ولم وذهب ولا حبة التي فقدناهم، أين حق؟ وبالتالي أن نعيد النظر في هذه القضية. نعم شوف لك مسلسل، ولكن أن لا تبقى اليوم كله خاضعا قاعدة التلفاز لتشاهد هذه المسلسلات. بذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء، وسحورا شهيا.